ان انا دلوقتي في رساله لازم نوجهها للشباب قبل الكبار تمام. السن. لو موضوعنا على سن الياس لدى الرجال، فاحنا بنحب نوجه رساله للشباب اللي بيزرعه وهو صغير بيحصده وهو كبير. تمام. نتكلم على سبيل المثال المدخنين. المدخنين بيحصل عندهم ضعف في الانصاب بنسب اعلى تمام من على غير المدخنين في كبار السن. غير كده اللي بيشربوا الكحوليات او الحاجات دي، لان دي بتاثر بشكل رئيسي على الخصيه، على غده في الخصيه اللي هو خلايا اللايدك سيلز اللي هي المسؤولة عن إفراز هرمون الذكوري. تمام. فهو اللي يشرب كحول أو بيرة أو حاجات زي كده هو صغير، ده في حد ذاته كفيل بأنه هو يعمل ضعف جنسي وضعف القدرة الإنجابية.